عمر بن الخطاب هو صاحب القلب الرقيق، معه الدرة ضرب فيها شاب، ظن عمر انه اخطأ. يوم التفت عمر قال والله ما اخطأت انك ظلمتني. قال عمر استغفر الله واتوب اليه واعتذر منك، خذ الدرة واضربني، اقتص مني الان. جلس يناظر فيه الرجل، قال مو بالحين. وراح الرجل، وراح عمر الى بيته. يقول الرجل هذا فخرجت لصلاة الفجر، فتحت الباب فاذا بعمر نايم عند باب بيتي جالس عند الباب. يقول من انت؟ قال عمر ماذا تفعل؟ قال والله ما بت من البارحة انتظر اليوم يجي عشان تقتص وتاخذ حقك. قال انا نسيت الموضوع، يعني وش جايبك؟ قال انا ما نمت البارحة. عمر بن الخطاب ما نام ما نام. بعض الناس يخطي على الكبير والصغير وزوجته وامه واخته واهل البيت والجيران والاقارب، ويذب كلمة ويسمي نفسه خفيف ظل وهو ثقيل طينة. يا صبر الارض على بعض الناس والله. ولذلك الانسان يكون رقيقا طيب، يعرف يراعي مشاعر الاخرين. قال للرجل يا رجل اما ان تقتص واما ان تعفو ريحني. قال اذهب يا امير المؤمنين فاني قد عفوت عنك، انا عفوت عنك لوجه الله.